الملف هنا المميز باللون الأخضر هو آخر ملف من ملفات هذا البوبين، والسلك الذي نحاول رفعه بواسطة المفك هو آخر سلك من أسلاك هذا الملف. إذا تتبعنا هذا السلك أو مسار هذا السلك سيدلنا على النحاسة التي كان متصلا بها. إذن هذه هي نهاية الملف، والملف الأخضر سنتابع السلك أو نتتبع السلك مسار السلك حتى نصل إلى النحاسة التي كان متصلا بها، وهي تعتبر نهاية الملف. إذن هنا كان متصلا بالنحاسة رقم 2. وبما أن هذا الملف له نقطة وسط وله نقطة بداية، إذن الوسط والبداية تكون إلى يمين هذه النقطة النحاسة رقم 2، لأن الملف الذي يسبق الملف الأخضر كان إلى يمينه. إذن لاحظوا الملف الأسبق قبل الأخضر كان إلى يمينه، إذن الوسط والبداية تكون إلى يمين النحاسة رقم 2. مع تحيات فادي حداد من قناة فادي التعليمية. لابد لنا عند تتبع الميل أن نتتبع آخر سلك في آخر ملف في البوبين لمعرفة أي النحاسات اتصلت به. إذن لابد على أن تتبع هذا السلك حتى وإن كان عليه مادة عازلة يجب تكسيرها، وأحيانا نحتاج إلى تسخينه بالفرن أو بالحرارة حتى تذوب هذه المادة العازلة وتتكسر، ثم نستطيع بعدها التأكد من مسار هذا السلك. مع تحيات قناة فادي التعليمية، محدثكم فادي حداد.